مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بداية هذا اليوم في من القاهرة، واللي بيبدأ معكم من الآن ويستمر قرب منتصف ليل القاهرة دائما يقدم كل ما هو جديد إليكم سواء للمشاهد المصري أو العربي، لأن النيل دائما الأقرب إليكم. خلونا نبدأ أولى أخبارنا النهاردة في حلقة من القاهرة بأخبار الحج وموسم الحج، حيث بدأت الأربعاء أولى رحلات عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة، واستقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي أربع رحلات شركة مصر للطيران قادمة من مدينة جدة تقل نحو 1000 حاج بعد أداء مناسك الحج لهذا العام. انتهت الصلاة الموسمية بمطار القاهرة الدولي من جميع الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، إذ تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول مخصصة لانتظار أهالي الحجاج وذويهم، فضلا عن تكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن. من المقرر أن تبدأ السبت القادم رحلات عودة الحجاج من المدينة المنورة. كانت مصر للطيران قد نقلت نحو 75 ألف حاج من المطارات المصرية إلى مطاري جدة والمدينة. محمد حلمي مراسل التلفزيون المصري مع بعثة الحج المصرية، برحب بيك يا محمد وطلعنا على آخر الأخبار بالنسبة للحجاج المصري. تحياتي لك هبة والسادة مشاهدي قناة النيل الأخبار، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الحمد لله ضيوف الرحمن اليوم كان يوم التشريق الأخير لغير المتعجلين، ومنهم بعض الحجاج المصريين، حيث أن معظم الحجاج المصريين كانوا بالأمس متعجلين، وبالتالي نسبة كبيرة منهم كانت موجودة في مكة، منهم من بدأ السفر إلى جدة للوصول إلى أرض الوطن أو السفر إلى المدينة بعد عملية طواف الإفاضة والسعي. اليوم كان هناك أربع رحلات وصلت تواصلت مع الجسر الجوي اللي بدأ اليوم، كانت بدايتها الساعة 12 بعد ظهر اليوم بصالة المواسم بالقاهرة. آخر رحلة سوف تكون الساعة 7 اليوم بتوقيت القاهرة، وبالتالي يكون تم نقل 1000 حاجة اليوم. كما قلت أن رحلات المدينة سوف تبدأ يوم 17 من الشهر الجاري، ولكن أؤكد لك الحمد لله عملية التصعيد سواء لعرفات أو منى أو جسر الجمرات كلها تمت بخير والحمد لله، حجاج مصر بخير. كانت هناك إجراءات غير عادية من السلطات السعودية لتسهيل عملية الصعود سواء لجبل عرفات أو لجسر الجمرات لتمكين كافة الحجاج لرمي نسك الجمرات بسهولة ويسر، حتى أننا شاهدنا على جسر الجمرات كبار السن ذو الاحتياجات الخاصة كانت ميسر لهم عملية الرجمة. أؤكد لك أن العيادات الطبية هنا سواء في مكة أو المدينة المنورة اللي تصل ل 37 عيادة استأنفت عملها بعد أداء المناسك مساء أمس في الساعة 8:30 من مساء أمس، واستقبلت حتى هذا الوقت أكثر من 1600 حاج ترددوا على هذه العيادات. معظم الحالات بتعاني من نزلات برد نزل الأمطار اللي كانت نزلت بغزارة في مشعر عرفات ومنى أو إجهاد نتيجة طبعا كما تعلمين أن الحج مشقة هو الانتقال من عرفة إلى المزدلفة إلى مشعر منى ثم إلى مكة المكرمة، وبالتالي كانت هناك ألم في العضلات وغيرها، ولكن بتقدم لهم الرعاية الطبية وبيقدم لهم العلاج الملائم لها. لكن الحالات أؤكد لك أن الحالات المحتجزة في المستشفيات 43 حالة، نعم. معظم حالات مستقرة باستثناء ثلاث حالات بالعناية المركزة، لم يتم رصد أي حالة وبائية بين ضيوف الرحمن بصفة عامة والحجاج المصريين. أشكرك يا محمد وإن شاء الله ترجعونا بالسلامة إلى أرض الوطن مرة أخرى بعد أداء مناسك الحج. محمد حلمي مراسل التلفزيون المصري من الأراضي المقدسة، شكرا لك. اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أعلن أن جميع أحوال الحجاج المصريين بخير وعلى ما يرام، ولا توجد أي حالات مسجلة لتائهين. أشار كذلك أن أول فوج من بعثة حج القرى سيعود إلى القاهرة عبر مطار جدة يوم السبت القادم، وأوضح أن أول رحلة سيتم تفوجها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ستكون يوم السبت القادم أيضا، وذلك بالنسبة للقادمين إلى مكة أولا ولم يقضوا أيام في المدينة. قال كذلك أن من أتى إلى المدينة المنورة أولا سيغادر من مطار جدة، ومن أتى إلى جدة سيغادر من مطار المدينة المنورة، مبينا أنه تم نقل اليوم جميع الحجاج إلى مكة المكرمة بعد انتهاء أيام التشريق وقيامهم برمي الجمرات على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك خلال حافلاتهم التي تقلهم بنظام الرد الواحد. وأضاف أن كل رؤساء البعثات في حالة استنفار دائم، وهناك استعدادات كبيرة للتسهيل على ضيوف الرحمن.
كذلك استأنفت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج عدد كبير من الحالات بالنسبة للحجاج المصريين المقيمين بالفنادق. وقال عمرو قنديل المشرف العام على البعثة الطبية إن جميع العيادات بتشهد إقبال كبير تزامنا مع انتهاء مناسك الحج. بعد انتهاء ضيوف الرحمن غير المتعجلين من أداء نسك رمي الجمرات وانتهاء أيام التشريق الثلاث والعودة إلى مكة المكرمة لعمل طواف الإفاضة والسعي، استأنفت العيادات الطبية عملها من جديد بمقر تواجد الحجاج المصريين والتي تبلغ 37 عيادة طبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم أوجه الرعاية الصحية للحجاج المصريين أينما كانوا وعلى مدار الساعة. إن احنا رابطين كل العيادات بالغرفة الطوارئ اللي عندنا في البعثة الرئيسية بحيث ان احنا بنشوف بيها ان التردد على العيادات اخباره ايه. الاقي عيادة مش مكتوب قدامها حاجة صفر مثلا، يعني معنى كده ما اشتغلتش، فهل فعلا ما جالوش حد حجاج يكشفوا عنده ولا الدكتور مش موجود؟ فانا بتابع ده واحنا قاعدين على مدار 24 ساعة. لقينا في بعض الاماكن اثناء مرورنا النهاردة ان في بعض النواقص من بعض الاصناف الادوية، فبنبعت بنجيبها من المخزن في خلال ساعة ان شاء الله تبقى موجودة في الاماكن ديت. في التزام من الاطباء كلهم متواجدين في اماكنهم. احنا لحد دلوقتي في تردد على عيادات حوالي بالظبط يعني 50344 حاله. بنتكلم من امبارح لحد النهارده فيما يقرب من حوالي 950 حاج توفدوا وجم توقيع الكشف الطبي في العيادات. مرضى الغسيل الكلوي تاكدنا ان كلهم اخذوا جلساتهم، بلغت عدد الجلسات 205 جلسه ل 36 مريض. مرضى الاورام اخذوا جلساتهم الكيماوي في المستشفيات، متواجد 43 حاله ما زالوا يتلقوا العلاج في داخل مستشفيات مكه. الحالات اللي كانت منومه في مستشفيات منها في البعض منها تمثل للشفاء وخرج، والبعض منها يا إما هيخرج تحسن، والحالات اللي تحتاج لرعاية طبية أخرى هتتحول لمستشفيات مكة وفرقنا متابعها لغاية ما يخرجوا ويعودوا لأرض الوطن بسلام إن شاء الله. معظم الحالات التي ترددت على عيادة البعثة الطبية المصرية تعاني من إجهاد وألام في العضلات ونزلات برد نتيجة للجهود التي تبذل خلال الرحلة المقدسة. ما زال طبعا الارهاق الشديد اللي حصل في المناسك، فاغلبهم بيشتكوا من امراض اللي هي العضلات، وجع العضلات، العظم بتاعهم. الحاجه الثانيه بقى شويه التهابات البرد، بعضهم بقى حصل لهم التهاب في المعده بسبب نوعيات الاكل اللي بياكلوها، بس هي دي اكتر الاعراض اللي عندنا هنا. كلها الادويه متوفره الحمد لله، الحجاج كلهم بيستلموا ادويتهم اول باول. ضيوف الرحمن رغم الامهم الا انهم اثنوا على الخدمات العلاجيه التي قدمت لهم طوال ادائهم شعائر الحج. دلوقتي بقى البلغم بينزل لمقصه معرق بالدم، فالدكتور الله يصلح حاله اداني حقنه للحساسيه دلوقتي واداني صرف لي علاج وتمام التمام. مرتين دلوقتي كشفت نتبه البعثه الطبيه، الدكاتره كانهم ولادنا بقى عاملين احسن معاهم. انا كنت وقعت على رجلي طبعا الحمد لله صحيت وجيت انا عادي. كان احسن حاجه لقيناها هي البعثه الطبيه. رغم مشقه الرحله المقدسه الا ان اعضاء البعثه الطبيه كافه يواصلون الليل بالنهار بمقر تواجد الحجاج المصريين سواء على المستوى العلاجي او الوقائي لتوفير الرعايه الصحيه الملائمه التي تتوافق مع الحدث. من مكة المكرمة محمد حلمي، التلفزيون المصري. نتحول من الأراضي المقدسة ومتابعة أخبار الحجاج المصريين هناك للاحتفالات بالعيد وأيامه في الداخل. حقيقة حديقة حيوان الجيزة استقبلت أكثر من 95 ألف زائر في رابع يوم من أعياد عيد الأضحى المبارك، ويصبح الزوار بذلك على مدار أيام العيد 265 ألف زائر داخل حديقة الحيوان تم استقبالهم. دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في الجيزة أعلن أنه تم الاستعداد بشكل كبير جدا لاستقبال الزوار من خلال زيادة المسطحات الخضراء، زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة، وتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وأيضا زيادة عدد العاملين فيها لمنع التكدس أمام الأبواب وتسهيل الخدمات داخل حديقة الحيوان. أشاد رجائي بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات واللي ساهمت في تسهيل مهمة العاملين بالحديقة، ووجه الشكر لكل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونهم مع إدارة حديقة حيوان الجيزة.
الاحتفالات ما زالت مستمرة، هذه المرة نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر واحتفالية خاصة. مراسلنا أحمد سعد الدين ينقل لنا صورة من هناك. أحمد برحب بيك وضعني في الصورة للاحتفال في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. التحية لك والتحية موصولة لمشاهدينا الكرام، كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي سرعان ما مرت أيامه، وشهدنا ورصدنا معكم مختلف احتفالات المصريين في كل الأماكن بمختلف أرجاء محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، أيضا يعني في الحدائق والمتنزهات. اليوم معكم في رابع وآخر أيام عيد الأضحى المبارك تحديدا من نادي الإعلاميين الرياضي، هذا النادي الذي يعد قبلة ومتنفس للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام وأيضا سكان مدينة السادس من أكتوبر، ويشهد العديد من الفقرات المقدمة والعروض والحفلات الفنية والغنائية لابتذاب يعني الزائرين إلى هذا النادي طيلة فترة أيام عيد الأضحى المبارك، ويلبي كل يعني طلبات الجمهور كبار السن والصغار أيضا، ويكون متنفس حيوي لكل الزائرين. النادي قدم اليوم حفلا فنيا غنائيا لمطربي الفن الشعبي، يعني الفقرة الأولى قدمها الفنان حجازي متقال وأيضا العديد من فناني الطرب الشعبي قدموا هذا الحفل الغنائي. نادي الإعلاميين مساحته حوالي 39 فدان، وبه العديد من المساحات الخضراء والملاعب المختلفة يعني للعب الأنشطة المختلفة، وأيضا به العديد من حمامات السباحة الأولمبية والعادية لتلبية يعني احتياجات كل الفئات العمرية، وأيضا به نادي اجتماعي وهو به العديد من المساحات الشاسعة والحدائق التي بها يعني الألعاب الترفيهية والملاهي للأطفال ليلبي احتياجات كل الأطفال. للتعرف أكثر عن اليوم ومشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل نادي الإعلاميين، معنا مجموعة يعني من الزائرين اليوم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، يعني عايزين نتعرف النهاردة قضيتوا ازاي اليوم في نادي الإعلاميين وايه أكتر حاجة عجبتك النهاردة؟ انا اكتر حاجه عجبتني الفقره بتاعت الاغاني، ومنها اغاني جم مغنيين مصطفى حجاج وحجازي متقال، وجي كذا مغني تاني، وكان يوم جميل جدا واستمتعت جدا. يعني انتم متعودين تقضوا العيد هنا في نادي الاعلاميين ولا؟ اكيد ده النادي بتاعنا واحنا اعضاء فيه من زمان، وكل عيد بنيجي نحضر فيه شم النسيم وعيد الاضحى، بنقضي العيد هنا وبيبقى يوم رائع جدا، والنادي بيقوم بخدمات جميلة جدا ورائعة جدا. الأطفال يعني بيقضوا اليوم هنا ازاي؟ في حمامات سباحة، ثلاث حمامات سباحة، في أولمبي ونص أولمبي وعادي، بيقضوا اليوم في حمامات سباحة رائعة جدا وجميلة جدا، بيبقى جميل اليوم لطيف جدا وممتاز يعني. يعني أنا عايز أتعرف منك عن رأيك في اليوم النهاردة، وهل أنت متعود أن أنت تقضي العيد دايما في نادي الإعلاميين؟ دايما وأبدا بنيجي نادي الإعلاميين وبنستمتع بالفقرات اللي بيقدمها النادي، وأنا معايا أولادي النهاردة وبنستمتع بالألعاب والنشاطات الرياضية اللي عاملها الأستاذ طارق، وبنشكره على التنظيم الجميل اللي كان النهاردة، كان يوم جميل بصراحة في النادي. يعني عايز اتعرف منك برضو الاولاد هنا يعني انت شايف النادي بيلبي كل طلبات الاطفال والاولاد والفئات العمريه المختلفه بيها؟ طبعا الكل بيستمتع باليوم، احنا عندنا صاله كمان مغطاه للامهات اللي هي الحاجه الكبيره والدتي وابي وكده، وبستمتع انا واولادي والمدام بالوقت جميل في النادي، لان في حاجات ترفيهيه كتيره جدا جميل. كل سنة وانتم طيبين، يعني عيد سعيد على الجميع يا رب وعلى مصر. يعني هذه الصورة من خلفي، يعني بالفعل نادي الإعلاميين سجل العديد من الزيارات، يمكن زيارات في هذا اليوم تعدت أو تخطت 10,000 زائرا في هذا اليوم، وبالفعل يعني تجدي العديد من الحدائق التي يمكن لك أن تستمتعي بعليل الهواء ونسمات الهواء الجميل في الجو المفتوح
مفتوح لان الجو هنا في مدينه اسادس من اكتوبر مختلف. كل عام وانتم بخير وكل عام وكل المصريين بالف خير. وانت بالف خير وسعاده. اشكرك احمد سعد الدين مراسل انيل من مدينه اسادس من اكتوبر. وحديقه الازهر هي الاخرى استقبلت عدد من المواطنين اليوم في عيد الاضحى المبارك وسط تواجد امني مكثف للاحتفالات ومن خلال عروض فنيه وثقافيه. مع آخر أيام عيد الأضحى المبارك يستمر إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات وخاصة حديقة الأزهر والتي شهدت إقبالا من المواطنين. حديقة جميلة جدا بالذات الخضرة فيها والمية، وجينا إحنا من الشرقية وجايين نتمتع هنا بالجو الجميل دوت، وبنعاد على كل الناس بنقول كل سنة وهم طيبين. إحنا أصلا يعني بنفضل كل عيد نيجي هنا على طول علشان يعني الجنينة جميلة جدا، إحنا على طول بنجيبها وبنشوف حاجات حلوة كتير. باجي كل سنة أفسح الأولاد والمدام لأن المكان هنا هادي وجميل، والأمن بصراحة يعني مسهل لنا الإجراءات كلها وفي كل منتشر في كل حتة. بتفسح والدنيا أمان والشرطة نسائية والجو جميل. أتفرج على المنظر الخلابة هنا وأتفرج على القرود وألعب بالألعاب اللي هنا. حديقة الأزهر حديقة يعني كويسة وجميلة، الواحد بيرتاح هنا راحة نفسية. أنا طبعاً أنا جاي من الشرقية مخصوص والله عشان خاطر أفسح مراتي وبنتي عشان خاطر يشوفوا المناظر الجميله ديت. حديقه جميله جدا ممتعه للغايه جدا، فجاي انا واسرتي جميعا عشان نتبسط نتفرج الاولاد ونفسحهم. حديقه جميله جدا، كان جاي من الشرقيه والمناظر جميله وهنا الجو حلو وحاجات يعني اثريه وحاجات حلوه وحاجات كتير يعني تعجب الناس. كانت الحديقه قد استعدت لاستقبال المواطنين من خلال توفير اماكن عديده لحجز التذاكر مع عروض فنيه وثقافيه. طبعا زودنا الكفاءة للمكان، زيادة كفاءة الحديقة بتزويد أفراد الأمن وأفراد النظافة، وطبعا بيبقى فيه اتفاق من وزارة الداخلية مع اسم الضرب الأحمر اللي هو بيجي طبعا بيأمن المكان من الساعة 9 قبل الساعة 9 صباحا لآخر الوقت 10 مساء بيتم التأمين، وبيبقى فيه عنصر طبعا من عنصر الشرطة النسائية. تعد الحديقة من أكبر حدائق القاهرة وتقع على مساحة 80 فدانا كانت تستغل في الماضي كمقلب قمامة، لكن تم تطويرها لتصبح من أجمل الحدائق لما تحويه من مناظر طبيعية وإطلالة على القاهرة الفاطمية. في آخر أيام عيد الأضحى المبارك يستمر إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات وسط تأمين كامل من قوات الداخلية للاستمتاع بالعروض والمناظر الخلابة والاحتفال بالعيد. منذر أبو دوح، النيل. من ناحية تانية، تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن ذبح عدد من الأضاحي في عيد الأضحى المبارك. وزارة الزراعة كانت بتقدم هذه الخدمة مجانا بالإضافة إلى فحص الحيوانات والكشف عليها طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي في المجازر ومنعهم من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث وكذلك منع انتشار الأمراض. أداء الفراعنة منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة ما زال مستمر في الصعود، حيث بيبدأ منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة الاستعدادات المباشرة لخوض مواجهة ربع نهائي أمام أيسلندا بعد فوزه اليوم الأربعاء على نظيره من سلوفينيا ب 30-23 في دور 16 لكأس العالم المقام حاليا في مقدونيا الشمالية. حقق المنتخب الأيسلندي الفوز على اليابان 39-34 ليضرب موعد مع منتخب الفراعنة في دور الثمانية واللي بتقام مبارياته غدا الخميس، وسينطلق اللقاء بصالة يان ساندنيسكي في العاصمة المقدونية عند 6:30. وتحدد طرفا مواجهة أخرى بربع نهائي البطولة بين منتخبي ألمانيا والمجر بعد التأهل الأول لهذا الدور بالفوز على الأرجنتين 23-25 والثاني على كرواتيا 27-23، وتقام المباراة في نفس التوقيت ولكن بصالة مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي. كل التوفيق لمنتخب مصر لكرة اليد. دي كانت مجموعة أخبارنا النهاردة في من القاهرة. حوارنا المفصل بعد قليل يتحدث عن الاتحاد العام للمصريين في الخارج وقرار بإنشاء لجنة اقتصادية لتشجيع الاستثمار لأبناء مصر في الخارج. تبعات هذه القرارات وكيف تنشط الاستثمار في الداخل المصري ومحفزات الاستثمار، في حديثي مع الأستاذ الدكتور محمد الشواتفي أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة الزقازيق سابقاً.